السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سلوى من قناة سنسونة سلوى. النهاردة ان شاء الله هنعمل فكرة كيكة حلوة جدا تنفع للناس اللي بتعمل دايت او بتحافظ على صحتها، لو عايزة تاكلي حاجة تكون مسكرة وفي نفس الوقت من غير سكر وكمان من غير دقيق وطعمها حلو بطعم التفاح والقرفة. النهاردة كمان الفكرة اللي احنا ممكن نعمل منه كمية ونحتفظ بيه بالتلاجة، ووقت ما نكون عايزين حاجة سناك او حتى فطار يكون جاهز عندنا. تعالوا يلا على المطبخ على طول نشوف هنحتاج ايه. طبعا هستعمل الشوفان اللي هو كامل الحبة، ممتاز جدا. هحتاج لبيضتين، تفاحة واحدة، عشان التحلية هستعمل دبس التمر، وتقدري تتحكمي في الكمية، ربع كوباية من اي نوع حليب، انا مستعملة هنا حليب جوز الهند. اول حاجة هقطع التفاحة حتى بالقشر، وهجيب نص كوباية من المية، وهسلق التفاحة دي حوالي اقل من نص سلقة، يعني حوالي 4 دقايق على النار، على نار متوسطة، عشان بس تكون سهلة معايا لما اجي اطحن كل المكونات. شايفين كده؟ اهي دلوقتي خلاص بقت نص سلقة، خليها على جنب تبرد شوية، واجيب بقى اي بولة او اي طبق احط فيه كل الحاجات. هبتدي بكوبايتين من الشوفان اللي هو كامل الحبة، وده افضل اختيار لو انت بتشتري الشوفان، اشتريه دايما كده صحيح وانت بنفسك تستعملي الحاجة اللي انت عايزة تطحنيه، عايزة اي حاجة. دي ربع كوباية من الحليب، اي نوع حليب نباتي او حليب بقري، ولكن حليب النباتي بيكون افضل لو انت عايزة تخسي، كمان هو افضل في وصفة النهاردة علشان فيها تفاح وحديد. حطيت التفاحة بالمية بتاعة السلق بتاعها. الدبس التمر طبعا من الحاجات الحلوة جدا، عبارة عن خلاصة التمر، هحط منه معلقتين كبار، نقدر نحط 3 معالق 4 معالق، الكمية اللي احنا عايزينها نقدر احنا نتحكم فيها. هحط فانيليا سائلة، وابتدي اجيب القرفة. شايفين انا حاطة معلقة صغيرة مليانة من القرفة، نكهة القرفة بتكون باينة جدا، ورشة الملح اللي احنا متعودين عليها في اي نوع من الكيك. ممكن تعملي الكلام ده في الخلاط، لان هو فيه سوائل، فيه الحليب وفيه المية اللي احنا سلقنا فيها التفاح، فبرضو في الخلاط هيكون كويس جدا. كده ناقص ان انا احط البيضتين، وفي الوقت ده برضو هشغل الفرن عشان لما اجي ادخل الكيك يكون الفرن سخن. دلوقتي حطيت نص معلقة صغيرة من الكربونات او البيكنج صودا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وابتدي اضرب كده تاني بالهاند بلندر كده. طبعا الهاند بلندر شفتوني استعملته قد ايه، يعني اكتر جهاز بيشتغل في البيت، يعني تعبان معايا جدا في كل حاجة بعمل بيه، في الشوربة وفي الاكل وفي كل حاجة. شايفين كده اهو، خلاص كده الخليط بقى جاهز، خليط جميل جدا. الكمية دي بتعمل لي من 11 ل 12 واحدة كب كيك. انا هستعمل النهاردة القوالب السيليكون، سألتوني عليها بتجيبيها منين وهل هي امنة ولا لا. طبعا في نوع قوالب سيليكون زي اللي قدامكم كده، مكتوب عليها 100% سيليكون، وبتستحمل الحرارة والتجميد، بتستحمل حرارة من ماينس 40 لحد حرارة في الفرن 220، وانا طبعا هحطها على فرن 180، فبتكون امنة جدا. نشتري قوالب سيليكون تكون غالية لو احنا عايزين نستعملها، او اي قوالب كب كيك، او حتى لو عايزة تعمليها في صينية كبيرة وبعدين تقطعيها براحتك، ولكن هي الفكرة اللي انا عايزة اعمل كمية احطها في التلاجة وتبقى موجودة وقت الاحساس بالجوع. دلوقتي هحط بقى التوبينج من فوق، الحاجة اللي انا عايزاها، احط عليها شوفان، احط عليها عين جمل، مكسرات، المتوفر عندك واللي انا بحبه، اقدر اعمل الطعم الزيادة، لان طبعا الحاجات دي لما تخش الفرن وتتحمص تاني هتدي طعم جميل. هنا هحط قراصية، القراصية اللي هو البرقوق المجفف، نقدر نحط زبيب كمان. انا عندي هنا واحدة فاضية، المقدار ما كفاش، هو من 11 ل 12، هو عمل معايا 11 واحدة، فدي فاضية مفيش اي مشكلة، مش هحط فيها اي حاجة وادخلها الفرن. دي بذور الشيا طبعا من الحاجات الهايلة. واخر حاجة عايزة احط كده اتنين يكونوا فيهم نكهة شوكولاتة، فاحط يعني حوالي ربع معلقة او تمن معلقة من الكاكاو، واقلب كده، وبعدين احط عليهم من فوق شوية شوكولاتة، شوكولات شيبس كده او اي حاجة، واسيبها كده على حسب رغبتك. هدخلها الفرن، هتقعد حوالي 25 ل 30 دقيقة،
وده شكلهم لما طلعت من الفرن وبردت. شايفين بقى الجمال؟ روعة. ريحتهم طبعا حلوة جدا، التفاح والقرفة والشوفان من الحاجات اللي بتدي دفء كده مع الشتاء. شايفين كده شكلها جميل ازاي؟ نقدر بقى بعد ما يبردوا تماما نحتفظ بيهم في علبة في التلاجة، ويبقى عندك سناك ما بين الوجبات تقدري تاخدي منه واحدة من غير تأنيب ضمير. وكمان بتاع السيليكون دي بتكون سهلة جدا في التنظيف. شايفين الكمية دي؟ وكمان تقدري تاخديه كفطور، يعني تاخدي واحدة مع كوباية اي حاجة انت بتحبي تشربيها على الفطار، وطعمه يكون حلو جدا وصحي. زي ما قلت لكم نقدر نزود دبس التمر او نقلله على حسب رغبتنا. ده شكلها من جوه، هي جميلة جدا، ريحتها روعة. اتمنى ان هي تعجبكم. ودلوقتي مش ناقص غير ان انا اسيب لكم المقادير مكتوبه على الشاشه، خدوها سكرين شوت. ولو عندكم اي سؤال سيبوه لي تحت في التعليقات، وانا ان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامه.